ران وايدن سيناتور ديمقراطي: لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتبر النفط السعودي أعلى قيمة من دماء جمال خاشقجي وفالون سمارت. لا تصبح أمريكا أكثر أماناً من خلال إطفاء الشرعية على المستبدين مثل محمد بن سلمان الذي حمى مرتكبي أعمال العنف ضد الأمريكيين وتلاعب بأسواق النفط لخداع المستهلكين الأمريكيين. إن احتضان محمد بن سلمان يجعل شعبنا أكثر عرضة لأهواء الطغاة الذين سيضعون دائماً سلطتهم المطلقة فوق سيادة القانون الدولي أو العدالة الأمريكية. أندي بيكس نائب جمهوري: لماذا يسافر بايدن أكثر من 6500 ميل لمناقشة رفع إنتاج النفط مع السعوديين؟ عليه أن يجتمع مع منتجي النفط في تكساس وأوكلاهوما وولايات أخرى في الداخل، لدينا مصادر طاقة هنا. رسالة من 6 رؤساء لجان ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يناشدون فيها الرئيس بايدن إعادة تقويم العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. الرسالة التي رعاها غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تقول إنه لطالما كانت المملكة شريكاً مهماً للولايات المتحدة، ونحن نسعى إلى زيادة التعاون معها في القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والطاقة والأولويات الأخرى. ومع ذلك منذ عام 2015 تصرفت القيادة السعودية بشكل متكرر بطرق تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة وقيمها. والمثال الأكثر أهمية حالياً هو رفض السعودية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مما يساعد في تمويل جرائم الحرب التي ارتكبها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، بينما يلحق الضرر الاقتصادي بالأمريكيين كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب التي طال أمدها بقيادة السعودية في اليمن لم تقلل من النفوذ الخبيث لإيران، ولكنها خلقت كارثة إنسانية غير مسبوقة من شأنها أن تغذي عدم الاستقرار الإقليمي. أخيراً، إن عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة والضغط السعودي على تركيا لوقف المحاكمة بشأن القتل الوحشي لجمال خاشقجي يكذب الادعاءات بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى إلى إصلاحات حقيقية في بلده. مارشا بلاكبيرن سيناتور جمهورية: قامت وزارة الخارجية في إدارة بايدن بإنشاء مكتب جديد للشؤون الفلسطينية للعمل بشكل منفصل عن سفارتنا في القدس. إنها محاولة لإبطال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على القدس. كونها عاصمة إسرائيل لا يمكن التسامح مع هذا الأمر.